يعني الإحصائيات ترتفع بصورة كبيرة جدا نظرا لاستمرار الغارات الإسرائيلية في ظل التحليق المكثف للطائرات الاستطلاع الإسرائيلية والطائرات الحربية المقاتلة بصورة كبيرة جدا في أجواء محافظة خان يونس، في إشارة إلى ربما استمرار القصف الإسرائيلي واستئناف الغارات الإسرائيلي في ظل عمليات التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع المسيرة بدون طيار أو ما تعرف هنا محليا بالزنانة، والتي تحلق الآن فوق أجواء مجمع ناصر الطبي في الأجزاء الغربية ووسط المدينة بالإضافة إلى مناطق شرق خان يونس. الغارات الإسرائيلية منذ فجر اليوم وحتى هذه اللحظة أدت حتى هذه اللحظة إلى استشهاد 38 شهيدا جراء سلسلة طويلة من الغارات التي استهدفت منازل المواطنين، 15 شهيدا في منطقة قيزان النجار، بالإضافة إلى عشرات الإصابات في استهداف 4 منازل في تلك المنطقة. هذه المنطقة تعرضت إلى عمليات قصف عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وأدى هذا القصف إلى استشهاد 15 فلسطينيا كما ذكرنا، من بينهم نحو 7 أطفال أو 8 أطفال، بالإضافة إلى عدد من النساء وكبار السن والرجال الذين كانوا في منازلهم عندما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذه المنازل وتم تدميرها بالكامل، فيما لا تزال حتى هذه اللحظة تعمل فرق الدفاع المدني ومتطوعين على البحث عن عدد من المفقودين من تحت أنقاض هذه المنازل التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في منطقة النمساوي تحديدا خلف مجمع ناصر الطبي كانت هناك غارة إسرائيلية على أحد المنازل، هذا القصف أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى وأدى أيضا إلى تدمير المنزل. أيضا الشهداء يعني هناك شهيد طفل على الأقل، بالإضافة إلى عدد من الإصابات الخطيرة والحرجة. وأيضا كان في منطقة عبسان فجر اليوم غارة إسرائيلية، هذه الغارة أدت إلى استشهاد 4 مواطنين ثم أغارت وعدد من الإصابات بطبيعة الحال، ثم أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منطقة الفخاري وأدى ذلك إلى استشهاد 4 مواطنين من بينهم طفلين أو طفلتين، بالإضافة إلى عدد من الإصابات. وثم توالت الغارات الإسرائيلية على منطقة حي الكتيبة ومنطقة الوفية، وأدى ذلك إلى استشهاد شقيقين من عائلة وافي، وهم يعني كانوا يجمعون الحطب من أجل استخدامه من أجل يعني الاستخدام المنزلي في ظل النقص الحاد في غاز الطهي والكهرباء. ثم تم انتشال عدد من الشهداء وهم أيضا شقيقين من عائلة النجار من منطقة قيزان النجار، كان قد استشهد قبل عدة أيام خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت هذه المنطقة. ثم أغارت الطائرات المسيرة الإسرائيلية على منطقة وسط خان يونس وأدى ذلك إلى استشهاد 2 من المواطنين، وتوالت الغارات في أماكن متفرقة عن خان يونس حتى بلغ عدد الشهداء حتى هذه اللحظة إلى 36 شهيدا، والعدد مرشح للزيادة نظرا لأن هناك عدد كبير من الإصابات التي وصلت إلى مجمع ناصر الطبي هي إصابات خطرة وحرجة، ويوجد بها حالات من البتر في الأطراف السفلية والعلوية، وبالتالي من المرجح أن يرتفع عدد الشهداء أيضا في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف عن مدينة خان يونس، سواء كانت النواحي الشرقية أم وسط المدينة وأحيائها الجنوبية والشمالية أو منطقة المخيم وحي الأمل، هذه المناطق الغربية. أيضا اليوم كان واضحا أن الجيش الإسرائيلي استخدم سلاح القناصة في استهداف المدنيين في المنطقة الواقعة ما بين حي الكتيبة وحي الأمل، حيث استهدف 3 مواطنين من بينهم سيدة 50
عندما أطلق القناص الإسرائيليين الذين يعتلون أسطح المنازل المرتفعة في منطقة الكتيبة هؤلاء المواطنين أثناء سيرهم، مما أدى إلى إصابة الثلاثة بجروح خطيرة، وأيضا يتلقون العلاج الآن في مجمع ناصر الطبي، وهم يعانون من إصابات بالغة، ويعني منذ ساعات تجرى لهم العمليات الجراحية في محاولة لإنقاذ حياتهم. الوضع صعب، الوضع هناك تصعيد إسرائيلي واضح، أعداد الشهداء في ارتفاع، أيضا عمليات القصف المدفعي والجوي والمسير أيضا بتصاعد كبير في ظل التحليق المكثف لهذه الطائرات التي تنذر بمزيد من شن الهجمات على المدنيين الفلسطينيين. بالتوازي مع كل ذلك، لا زالت المقاومة الفلسطينية منذ فجر اليوم وحتى يعني قبل ساعة من الآن كانت هناك اشتباكات عنيفة جدا بين المقاومة وقوات الاحتلال، تحديدا في ثلاثة محاور هذا اليوم. المحور الأول المحور الشرقي، خزاعة عبسان بلدة بني سهيلة، ومحور القرارة اليوم كان واضحا حجم القصف المدفعي والطيران الحربي الذي شن عدد كبير من الغارات الإسرائيلية على منطقة القرارة، ثم المحور المعتاد والمتعارف عليه وهو محور المحطة والكتيبة والسطر الغربي، حيث دارت اشتباكات عنيفة جدا في هذا المحور، استخدمت خلالها كتائب القسام، سرايا القدس، كتائب المقاومة الوطنية وغيرها من الأجنحة المسلحة التي تقوم بالتصدي للدبابات الإسرائيلية، استخدام عشرات قذائف الهاون والصواريخ المضادة للأفراد، بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للضروع التاندوم و105، بالإضافة إلى قصف كوبتسات المحيطة بغلاف غزة بعدد من الصواريخ. الوضع في خان يونس مشتعل، وساحة خان يونس هي بالفعل ساحة معركة حقيقية، هناك اشتباكات في كل الأماكن الشرقية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية ووسط المدينة، وهذا الأمر ربما يزداد سخونته مع الساعات القادمة والأيام القادمة في ظل الدفع بتعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى هذه المنطقة، إلى منطقة خان يونس تحديدا خزاعة ومنطقة المحطة. هذا الأمر سيؤثر بصورة سلبية على الأوضاع الإنسانية لمن تبقى في مدينة خان يونس تحديدا في المناطق الغربية، حيث اليوم أيضا تم قصف مدرسة إيواء تابعة للأنوروا في المنطقة التي تقع خلفي تماما على بعد 100 متر فقط. هذا القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة 10 من المواطنين بعد سقوط قذيفة مدفعية على مركز إيواء تابع للأنوروا، ويرفع علم الأمم المتحدة ويعني إحداثيات هذه المدرسة وكل مدارس الإيواء التابعة للأنوروا، كل إحداثياتها معروفة لدى الجيش الاحتلال. نعم. وعلى الرغم من ذلك سقطت القذيفة في منتصف هذه المدرسة وأدى ذلك إلى إصابة 10 من المواطنين، كما سقطت قذيفة أخرى على بعد عشرات الأمتار من هذا المكان أدى إلى إصابة أحد المواطنين، ونقلوا جميعا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج. هذه هي صورة الأوضاع الميدانية حتى هذه اللحظة في محافظة خان يونس. شكرا جزيلا لك إبراهيم قنن مراسل الغد، كنت معنا من خان يونس.